دلوقتي هنبتدي معاكم حلقتنا بأهم العناوين. اللجنة الأولمبية بتشيد بلائحة الأهلي. مجلس الأهلي يعتمد تعديل 31 بند في اللائحة. الخطيب يطالب بتوفير لائحة النظام الأساسي للأعضاء قبل 28 سبتمبر. بعثة الفريق الأول في الطريق لغينيا استعدادا لربع نهائي إفريقيا. مكافآت خاصة تنتظر لاعبي الأهلي للفوز على هرويا. طبيب الأهلي يؤكد جاهزية وليد سليمان وغياب مروان محسن. اتحاد الكرة يجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة طلبات محمد صلاح. كالعادة طبعا هنبتدي معاكم حلقتنا بأهم الأخبار والمنشطات اللي اتقالت عن النادي الأهلي لكن في الجرايد. الأهرام، الخطيب يطالب إدارة الأهلي بتوفير لائحة النظام الأساسي للأعضاء قبل عمومية 28 سبتمبر. الفريق يغادر لكوناكري اليوم استعدادا لمواجهة هرويا في دوري الأبطال الأفريقي. اللجنة الأولمبية تشيد بمشروع لائحة النظام الأساسي للأهلي. حطب وطالب الأندية بالسير على خطى الأهلي والتعديلات لم تستغرق وقت طويل. الأخبار اليوم، الأهلي يطير لغينيا بطائرة خاصة لمواجهة هرويا. الخطيب يشكر الأولمبية ويهدي حطب درع النادي ويطالب بتوفير الراحة للأعضاء. الأهلي في غينيا اليوم، الكرات العرضية السلاح الأحمر في مواجهة الهرويا. كارتيرون يدفع بالقوة الضاربة أزارو وسليمان والشناوي. الشروق، الأهلي يرصد مكافأة خاصة للفوز على هرويا في غينيا. كارتيرون يحذر اللاعبين من عرضيات الفريق المنافس. مروان يغيب للإصابة. يوسف تنتظرنا مباراة صعبة ونخوض مبارياتنا بهدف واحد. في الأخبار المسائي، الأهلي يرتب أوراقه في كوناكري. الفريق في غينيا استعدادا لهرويا والخطيب يكثف اتصالاته لخوض الإياب في السلام. الجمهورية، الأهلي يخطط للميركاتو مبكرا. الفريق يتوجه لكوناكري استعدادا للغيني والخطيب يطالب بالصياغة النهائية للائحة. الأهلي يربط رحيل معلول في الشتاء بالتعاقد مع بديل سوبر. الأحمر يستنجد بالوزير للنقل مواجهة هرويا والفريق يطير لغينيا لمواجهة هرويا في دوري الأبطال. إيقاف نور الدين شهرين، استبعاده من لقاءات الأهلي والزمالك. الحكم يعترف بخطئه بعدم طرد محمد الشناوي واللجنة تحمل أزمة ركلة الجزاء لأبو خاطر. هنبتدي بأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد. هنبتدي من جريدة الأهرام اللي أكدت على أن كابتن محمود الخطيب طلب من الأهلي أو طلب من إدارة النادي الأهلي ضرورة توفير نسخ من لائحة النظام الأساسي عشان يوزعوها على الأعضاء قبل الاستفتاء يوم 28 سبتمبر القادم. في الشروق كمان قالت أن اللجنة الأولمبية أشادت بلائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وأن رئيس اللجنة الأولمبية هشام أبو حطب طالب الأندية بالسير على خطى النادي الأهلي وأكد على أن التعديلات في لائحة النادي الأهلي لم تستغرق وقت طويل. في الأخبار كمان قالت أن كابتن محمود الخطيب قدم الشكر للجنة الأولمبية للمجهود اللي بذلته مع إدارة النادي الأهلي عشان تحط اللائحة الخاصة بالنادي الأهلي وأن رئيس النادي الأهلي أهدى لرئيس اللجنة الأولمبية درع النادي الأهلي تقديرا ليه طبعا ولمجهوداته. وفي باقي الأخبار ركزت الجرايد طبعا على فريق الكورة وسفر لغينيا لمواجهة هرويا كوناكري وأن النادي دلوقتي بيعد أو بيحضر مكافأة للفوز على هرويا كوناكري خارج الديار. وطبعا بيتكلموا عن جاهزية وليد سليمان للمباراة وغياب مروان محسن بسبب الإصابة. قالت روزا اليوسف كمان انه تم ايقاف ابراهيم نور الدين شهرين واتحرم من اداره مباريات النادي الاهلي ومباريات نادي الزمالك.